حيلة. يلا بقى يا حنفي. شايف لون البحر حلو ازاي؟ ده اتاري الدنيا دي فيها حاجات حلوة قوي، بس الواحد محروم منها. عارفة يا حبيبتي، اي الحاجات الحلوة دي انا كنت ساعات اشوفها ما احسش بيها ولا بجمالها، بس معاكي الوحش يبقى حلو والحلو يبقى احلى. حنفي انت بتقول كلام حلو قوي زي اللي بتقال في الاغاني بالظبط. انا لو اعرف ان المكان ده هيخليك تقول الكلام الجميل ده كنت اقول لك تحجز لنا هنا شهر بحاله. شهر بحاله، شهر شهرين ثلاثة أربعة أنا وأنت أنا وأنت وبس يا حلاوتنا أنا وأنت وبس يا صافية أنا وأنت وبس. الله إيه ده؟ مين؟ مش وقت خالص. إيه؟ يوه مش وقتك أيدهم خالص يا حنش. أبو سيدي لما نتكلم على أساس إن أنا في الدقيقة في الدقيقة في صحابك. ايوه يا ابني، لا نزل شوية دي شوية. لا يا ابني، ايوه كده دي هيخر. لا لا يا ابني، في ناموسة، في ناموسة. ايوه كيداهم تعبان. اي لا دي ناموسة. هموسة. اوه مش قوي. اي بالراحة شوية بالراحة. لا بقول للوادي يشيل الشوال بالراحة. ايوه كيداه. ايوه حبيبي. ها حشتيني، حشتيني قوي. جاي يا حبيبتي، بس احتمال اتاخر يوم يومين. لا احتمال اتاخر. يا حبيبتي معلش عشان الشغل كتير والشغل كتير قوي. طيب اسكتي بقى سيبيني. اي لحسن تعبان قوي، تعبان ومستعجل يا كيداهم. مع السلامه. تعاليها حنوفة. مش وقت كيداهم خالص.